فليكن ذكره مؤبدا. على وقع هذه الكلمات استذكر محبو الفقيد دكتور جريس خوري بعضا من مناقبه وما أكثرها في قداس الأربعين الذي أقيم لراحة نفس طيب الذكر في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في مسقط رأسه بلدة فصوطة. وكان المرحوم معروفا بمواقفه النبيلة ودعواته المتواصلة للم شمل المسيحيين والفلسطينيين عموما خلال ترأسه لمركز اللقاء للدراسات المسيحية الإسلامية في بيت لحم. يعني دكتور جريس هو إنسان مثابر جدا، هذه الصفة الأولى، مثابر بمفهوم أنه وضع أمامه خطة عمل للبحث في التراث العربي المسيحي لفتح باب الحوار الإسلامي المسيحي في الأرض المقدسة في فلسطين، وهو عمليا كان جسر ينقل التراث الفلسطيني، التراث العربي، التراث الإسلامي المسيحي من العصور السابقة، والتي يعني نستطيع أن نقول أن الناس نسيت هذا التراث وأحيا جزء كبير جدا من هذا التراث. جريس خوري كان شجاع في قول الحقيقة، كان مؤمن حقيقي، كان مؤمن بالإسلام والمسيحية، كان مؤمن بالتعددية، وهو خير من كان يتحدث عن الإسلام والمسلمين من غير المسلمين، وإذا تحدث هو ذو الوجه الواحد. كان أول إشي كان أب وأخ وصديق، أنا ابنه الوحيد، وبالثلاثين سنة اللي عشتهم معه كنت سعيد جدا إنه كان أبي وكان أخوي وكان صديقي كمان مرة بقول لك إياه، لأنه هاي واثق منه 100%. كان حنون، كان يحب الناس، يحب الكنيسة، يحب الشعب الفلسطيني بأكمله، وأنا بفتخر فيه لآخر يوم بعمري. إيش بدي أحكي؟ الشخصية المعروفة يعني طيبة القلب، الاحترام، كل الصفات الحلوة فيه. ولد جريس سعد خوري عام 1952 وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة غريغوريانا اليسوعية في روما سنة 1980، وتولى إدارة مركز اللقاء للدراسات الدينية والتراثية في الأراضي المقدسة منذ العام 1982، كما شغل منصب رئيس مجلس محل فصوطة بين عامي 1996 و2011. سافرنا معا مع الدكتور جريس خوري ومع فضيلة الشيخ مصطفى أبو صوي، سافرنا معا إلى روما، وفي صبيحة ذلك اليوم الذي فيه توجهنا إلى حاضرة الفاتيكان لكي نلتقي مع قداسة البابا، وقبل دخولنا إلى ساحة القديس بطرس وبشكل مفاجئ سقط الدكتور جريس أرضا وتوفي إثر نوبة قلبية حادة. كنا أمام حادث أليم، حادث مؤسف. السفيرة الفلسطينية في روما أصرت على أن ندخل إلى الفاتيكان لكي نسلم الرسالة لقداسة البابا، وهذا ما حدث، ولكن كنا جميعا في حالة صدمة وحزن على ما حدث. وملاحظتي هو أنه هذا الإنسان دكتور جريس الله يرحمه حياته كانت رسالة، ضحى بحياته نوعا ما، كان أستاذا في الجامعة، جامعة بيت لحم، وبحياة منتظمة وبراتب منتظم كذلك، ترك هذا الاستقرار حتى يبدأ هذا المركز، وهو مغامرة ليس فيه أي شيء من الاستقرار. وبعد صلاة جناز الأربعين أقيم حفل تأبين تولى عرافته الكاتب زياد شلاوط، عرضت فيه نبذة عن أهم محطات الراحل، وأكد المتحدثون على الخسارة الفادحة والكبرى لأبناء الشعب الفلسطيني وللكنيسة على حد سواء، لما تمتع به من قيم ومثاليات جعلت منه رمزا للتقارب بين الأديان وتوحيد الكنيسة. وبرحيله ترك تساؤلات حول مصير مركز اللقاء من بعده. ثقة أن الذين بقوا بعده سيحاولون ملء الفراغ، لكن لا أحد يملأ فراغ دكتور جريس سعد خوري أبدا مهما حاولنا، لكن نعزي أنفسنا إنه الحياة ستستمر ويجب أن تستمر. آمل ألا تكون يعني عملية الفراق أيضا لوضع حد لهذا المركز الهام جدا، والذي هو ليس فقط مركزا للبحث بقدر ما هو مركز للقاء، حقيقة للقاء. أنا آمل أن يعني يتم اختيار الشخصية المناسبة لتتبوأ هذا المنصب، وآمل أن تكون بحجم الدكتور جريس. وفي هذا اليوم أيضا نحن نؤكد
بأن دكتور جريس تركنا، ترك هذا العالم الفاني وانتقل إلى السماء، ولكن رسالته، المبادئ التي نادى بها ستبقى، مركز اللقاء سيستمر في تأدية رسالته تخليداً لذكرى المرحوم، وتأكيداً أيضاً على رسالة مركز اللقاء الذي يعنى بالحوار والتعاون والتشاور والتقارب بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد مسيحيين ومسلمين، وكذلك يعنى هذا المركز بالتقارب بين الكنائس.